السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنصور معاكم فيديو جديد ديال في الصاله. غنفصل معاكم البنات واحد الجلابه كنتمنى تعجبكم، ونكون مبسطه في الشرح ديالي. ونبداو دابا على بركه الله ونوريكم اش كنحتاجو في الفصاله. البنات اللي المبتدئات اللي يلاه بادين باغيين يبداو الفصاله، غنحتاجو البنات هاد المسطره، هادي كيقولوها البيستولي، ضروري هادي غتعاونكم بزاف في الفصاله. البنات اللي يلاه بادين ضروري تاخدو هادي، ما غالياش بزاف. هادي البنات خديتها انايا، شحال هادي؟ خديتها ب 15 درهم، هادي دايره 15 درهم. وهادي البنات ما عقلتش، هادي دايره واقيله شي 20 درهم، ولا حتى هي 25 درهم. هادي ما عقلتش، المهم واقيله 20 درهم. يعني هادو ما غاليينش بزاف، كتاخذوهم وكتبقاو عندكم ديما. انا هادو بقاو عندي ملي يلاه كنتعلم باقي في السونتر، ملي يلاه كنمشي للسونتر باقيين عندي الان. دابا كنفصل بيهم، هادي اغلبيه هادي كنفصل بيها، اما هادي صافي. يعني دابا يدي دربات على الفصاله، مابقيتش كنفصل بيها بزاف، قليل الا عندي شي حاجه ديال الرومي هكا كنفصل بيها. اما هادي كنفصل بيها حاليا، هادو غيبقاو عندكم ديما، ضروري تاخذهم وما غاليينش بزاف. وكنبغيو السنتيم من طبيعه الحال، السنتيم ضروري تاخذوه، السنتيم حتى هو ما غاليش. والمقاس، المقاس انا عندي جوج، عندي هذا كبير، هذا المقاس كبير، يعني ملي كيكون الثوب غليظ ولا سميتو كنفصل به. اغلبيه انايا هذا كيضرني في يدي، كيضرني يديا ملي كنفصل به، كيضرني في يديا ملي كنفصل به بزاف، كضرني يديا من هنايا، كيجيني ثقيل. الا كان الثوب غليظ كنفصل به، اما هذا اغلبيه كنفصل بهذا، كيجيني خفيف في يديا دغيا، يعني هذا مدرب عليه، هذا الصغير هذا كيجيني خفيف ويعجبني في الفصاله. وعندي هنايا الثوب البنات، هذه الثوب جابت مولاتو جوج وربع، هذا ريحانه بغات مولاتو جلابه، وغندير لكم فيه الدرس ان شاء الله ديال الفصاله. وكنتمنى نكون مبسطه والشرح ديالي بسيط، ونتمنى يعجبكم. والقهوه من طبيعه الحال انا مدمنه على القهوه، ضروري ناخذ قهوه ديالي، قهوه في العشيه ضروري نشربها. ودابا البنات نبداو على بركه الله، حيدوا هذا الشيء ديالنا هنايا، نطرفوا ونسرحوا الثوب، نوريكم الطريقه كيفاش كتسرح الثوب ديالنا. ناخذ الطباشير باش نطراسيو الثوب باش يبان لكم. عندي هنايا الثوب قلنا جوج وربع، غنشدو الثوب ديالنا غنسرحو على الطول ديالو بحال ما هكا على الطول، الثوب على طولو. فين هو وجهو؟ هذا باش وجهو، هذا هو وجهو. نشدو بنتنيه بحال ما هكا على طولو، كنشدو كنتني على جوج ونسرح. يعني البنات اللي كيديروا الراندا ولا كيتعلموا اعمال يدويه، بالنسبه اللي فصلوا ريوسهم راه مزيان يتعلموا الفصاله. الفصاله البنات دابا ضروري تعلمي الفصاله، وخا تفصلي بعدا غير راسك، تعلمي في راسك بناتك الدراري الصغار. هذا نتواو على جوج بحال ما هكا، هو دابا سرحت الثوب ديالي طويتو، ندير هاد اللعيبه هادي كنتقل بيها، كنفصل بيها
ودابا نبداو فيها العبارات. هاد العبارات سقط فيها الورقة ديال العبارات باش ما ننساش العبارات. نشوف شحال عندها في الطول. كاينة متر و 38 في الطول البنات. دابا اش درت التوب طويتو على الطول ديالو، ها هو على الطول هكا. وغنبدا من النص ديال التوب، ها الحاشية لتحت، يعني هنايا الحاشية هكا صغيرة، والتوب اللي غيبقى ليا الكمام راه هو هنايا الكمام والقب، ها هو في هاد الجهة. وهنايا هنا غندير الداخلة في الخارجة، الفصالة ديال الداخلة في الخارجة. أما الداخلة في الخارجة البنات كنبدا بالظهر، كتجي الفصالة ديالها ساهلة. كل واحد كيفاش كيبدا، كاين اللي كيبدا من الأمام. أنا كنبدا من الظهر، نديرو هنايا نشدو العبار من التحت ديال الطول. أول حاجة كنبداوه بيه هو العبار ديال الطول. متر و 38 زائد 10 سنتيم ديال التكلفة هي متر و 48. هاهي جاتني هنايا متر و 48. بلاتي دابا نجرطو باش يبان ليكم. هنا غنبدا الكتاف، هاهي هذا هو العبار ديالي ديال الطول. وها الجهة هنايا هادي راه خليت فيها الكمام والقب، منين غنخرج الكمام ديالي والقب. مترو 48، نتأكد من العبار. مترو 48 والكتاف عندنا فيهم 42. 42 مقسومة على جوج هي 21. كنجي هنا الكتف كندير 21 سنتيم، كنجي هنايا نسطر سطر نيشان بحال هكا ونعبر فيه 21، يعني على حساب العبار ديالي كل واحد عبارو. وهنايا غندخلو ب 8 سنتيم، 8 سنتيم. وهنا غنطيح هنايا الظهر جوج سنتيم. وهنا غنجي لهنايا هاد السطر هذا في الراس ديال الكتف، غنشوفو الصدر شحال عندنا. الصدر عندنا 32 سنتيم، 32 سنتيم. غنديرو هنايا 27 في التركيز. علاش؟ كيما وريتكم قاعدة باش كنخدم أنايا، يعني باش كيجي التركيز ديالك صحيح. طايا اللي فيها 31، 32، 33، 34، كندير 27 في الهبطة ديال التركيز من السطر الفوق، ماشي من نطيح الكتف عاد نعبر 27، لا من الفوق، يعني من السطر الفوق. دايرة هنايا 27، يعني الطاي 31، 32، 33 في الصدر، 34 كندير تر 27، كنهبط 27 ديال التركيز. وبالنسبة للطاية ديال 35، 36، 37 في الصدر، كندير 28 في الهبطة ديال التركيز، كندير كنزيد سنتيم 28. وبالنسبة للعود تاني 26، 27 في الصدر، 28، 29، 30، كندير 26 في الهبطة ديال التركيز. يعني الطايات، هاد الطايات اللي قلت لكم كل سميتو باش كتهبطي في التركيز. يعني عندي انايا دابا هنايا 32 في الصدر، غندير ليها 27 في التركيز. ها هي غنهبط بها 27 سنتيم ونقسمها على جوج بحال ما هكا. ونتمنى يا البنات تفهموني اش كنقول لكم. نهبطو دابا 3 سنتيم هنايا، نطيح الكتف ديالي بحال ما هكا. دابا غنجي هنايا غنحيد جوج سنتيم اللي في الظهر، وغنطيح الكتف هنايا 3 سنتيم. وغنجي لهنايا غنسطر هنايا عبر الصدر. هنا من كنشدو هاد النقطة هادي فين حطيناها، هنا فين كنشد عبر الصدر، يعني فين حطينا هاديك 27 ديالنا. منين هبطنا من هنايا من الفوق هنايا 27، من هاد النقطة كناخد كنخرج عبر الصدر بحال ما هكا. يعني شحال قلنا؟ 32 زائد سنتيم ديال الخياطة هي 33. أنا في الكتافة البنات ما كنزيدش سنتيمات ديال الخياطة، كما كنشد العبار كنخليه كنحطو، ما كنزيدش سنتيم ديال الخياطة بتاتا في الكتف. كتجيني الفصالة زوينة، يعني شحال من واحد كيقولها ليا، كيقول ليا فصالتك كتعجبني. حيت الفصالة شنو هي البنات؟ راه الكتف والتركيز. إذا عرفتي طيحي الكتف والتركيز راه كتجيك بياسة زوينة وفصالة نقية.
وهنايا غنهبط هنايا ب 14 سنتيم للحزام، وهنا غنهبط ب 14 سنتيم ليهونش، ليهونش ديالي. وغنجي لهنايا غنسطر عبار هنايا عبار الصدر ها هو، وهنا عبار الحزام، حزام، وهنا ليهونش، ليهونش ديالنا. ونجيو دابا نديرو الايفازي، ديرو الايفازي هنايا شحال قلنا هنايا حطينا في عبار الصدر 33 سنتيم بالخياطه، وغنجيو لهنايا غندخل واحد جوج سنتيم يعني 33، غنديرو 31 في الحزام عندنا هنايا 31. ولي هونش ضروري الكليانه تاخدي ليها عبارة لي هونش، الكليانه ديالي عندها في لي هونش 32، يعني غندير ليها انايا 33 34 سنتيم 33، ما عندهاش لي هونش يعني لي هونش ديالها 33 سنتيم. وناخذها عندنا 32 نديرو 33 في السنتيم ديال الخياطه. دابا غنجيو هنايا غنفورو التركيز ديالنا، غنخدمو التركيز بهادي، نعلمكم كيفاش تخدمو بهادي. هادي كتعاونك بزاف يعني بلا ما تبقى تقولي لا دخلت بزاف ولا دخلت ولا خرجت بزاف ولا هادي. المهم هنايا في الظهر ما خصنيش ندخل هنايا في هاد الخط، هنايا خصني نلقى هنايا كيما العبار الكتف، هنا عبار الكتف عندي 21 هو اللي خصني نلقاه في المنتصف ديال التركيز، 21 سنتيم، ها هي 21 سنتيم، 21 سنتيم. هنا غنجيبها نيشان لهنايا، يعني هادي نيشان للكتف ياك، وهادي بي غندورها يعني هادي غنقورها بحال ما هكا، نجيب المسطره هكا تا تقاد ليا وغنجي نطراسي بها بحال ما هكا، صافي كيجينا التركيز ديالنا بحال ما هكا. وبغيتي تاكدي كاع من التركيز يعني واش صحيح ولا ما صحيحش، كتعاودي تعبريه، كتشدي تعبري بحال هكا بحال ما هكا، واش لقيه عبار اللي عندك فسميتو 32 سنتيم، هي اللي لقيت يعني التركيز ديالي صحيح 32 سنتيم، وهذا التركيز ديالي. ودابا غنجي لهنايا غنسطر هاد البلاصه، بغيتي تسطري بهذه راه كتسطري حتى هذه راه كتعاونك، كتحطي هذه هنايا وكتحطي في هاد النقاط كاملين، كتجيبيها في النقاط كاملين من هاد النقطه للنقطه للنقطه، ولكن شوفي الراس ديال المسطره فين كيشوف، كيشوف هنايا لتحت، ملي كتقلبيها بحال ما هكا، وهنايا في التركيز العكس كنديروا ليها بحال ما هكا يعني كتشوف الفوق، وملي كنسطروا الايفازي كنجيبوها بحال هكا، هنايا كتهزيها كدوريها تركيز بحال هكا والايفازي بحال هكا، صافي هادي كتحطيها دابا بحال هكا، طراسي بها الايفازي ديالك بحال ما هكا، وعاد كتشدي جلاي السيده اش بغات، واش بغات فتحه، واش بغات في الجناب، واش الا كانت بغات في الجناب ما كتفوتيش 40 في الجلاي، ما كتفوتيش 40 سنتيم في الجلاي، الا كانت بغاتها دايره مسدوده من التحت ما فيها لا فتحه والو كديري ليها حتى 45 على حساب الطايات، يعني كتمشي باشي، انا كنقول لكم حده 45 يعني الكلوش راه كاين حتى 50 وكذا 50 يعني الطايه العاديه، الطايات العاديين تندير انايا حتى 45 مسدوده، وبالنسبه للفتحه القدام اغلبيه كندير 42 كتجي مزيانه 42 43. غنديروا ليها 42 في التحت 42 في الجلي التحت يعني عندنا فتحه القدام 42 سنتيم بحال ما هكا، وكنجيب هاد المسطره هادي هي باش كنكمل البصاله ديالي بحال ما هكا، صافي هي باش كنكمل الفصاله تاع التحت، ومن التحت هنايا كتهزو واحد 3 سنتيم باش ما يطيحوش لينا الجلاي،
3 سنتي متاحوش لينا الجلي. ودابا البنات غنقطعو، حيدو هادي باش يبان لكم التراساج. دابا غنجيو نقطعو الظهر ديالنا باش نفصلو الامام. دابا هو غنقطع بسم الله. صافي دابا هو قطعت الظهر. ودابا اش غندير؟ ها هو قطعت الظهر، وخصني نجيب هادي نقلبها لهاد الجهه باش هي اللي غنطراسي فيها الامام ديالي. هادي كندير ليها بحال هكا، نقلبها لهاد الجهه، هي فين غنخرج الضوفه الاخرى. الضوفات هذا الظهر، هادو الضوفات بحال ما هكا. نتقلب هاد العيبة هادي باش ما يتجعش ليا الثوب. صافي دابا راه قدينا. ضروري الحاشيه هذه تكون مع اختها وتجيكم مقاده مع الطبله ديال الفصاله، يعني ما تجيش داخل شي خارج وتبداو تفصلوا. حتى تقادوا الثوب ديالكم هو الاول عاد تبداو تفصلوا. هذا ما غنعاودش نطراسي، يعني انا طراسيت في الاول، هذا علاش غنقطع. غنحط الظهر ديالي وغنخلي واحد سنتيم ديال الخياطه لقدام هنايا، نحيد الحاشيه هي الاول وعاد كنحط سنتيم ديال الخياطه ديالي. ضروري يا البنات الحاشيه تاكدوا منها واش مقاده، يعني التحتانيه مع الفوقانيه، ما تجيكمش فوقانيه داخله ولا تكون مقاده بحال تحت بحال الفوق، حيت هادو الضوفات. هذا هو الامام ديال الجلابه، الى عوشتو راه مشات الجلابه ديالكم. صافي دابا قديت، غنخرج الحاشيه وغنخرج سنتيم ديال الخياطه فين غدوز الخياطه ديالي لقدام. سنتيم دابا غنحط هاد الثوب عليه بحال ما هكا، سرحو شوية عليكم، يعني تعطي الخاطر ما زربانه فين. تا تقدي التوب ديالك وعاد تقطعي، ماشي تجي تزربي عليه وتقطعي وتخسري كلشي، لا تا تقدي التوب ديالك هو الاول، الحاشيه مع الحاشيه تشوفيه مقاد عاد باش تقطعي عليه على الظهر ديالك باش تجيك الفصاله مقاده. دابا مزيان حاولي تمشي نفس عبارة هنايا لقدام، نفس عبارة وهنايا الجناب. ضروري شوفي يكمل حاشية شي خارج شي داخل، يعني ضروري تركزي على الحاشية ديالك. صافي دابا التوب ديالي مقاد، دابا غنقطع الطوفة ديالي على الظهر.
ده من هنايا باش هادو الجلاي هو التوب اللي غايشات ليا الكمام والقب باه قطعت الجلاي ديالي وغنمشي مع قطع ديال الجلابة كاملة من الجناب صافي دابا هو قطعت دابا البنات غنحيدو الظهر ظهرها هو تحيد دابا غنخليو غير الضوبه الضوبه اش غنديرو دابا غنجي نقلبو باش نوريكم كيفاش غنزيدو التعديلات ديالنا هنايا في الضوبات كيفاش غنكملو فين هو داك الطباشير ها هو هنا غنجي لهنايا هذا هو الامام ديال الجلابه قويره ديال الطوق غنجي هنايا غندير 10 سنتيم حيت الجلابه غنهبط هنا 10 سنتيم ديجا هبطت هنا 2 سنتيم ديال الظهر دابا غنهبط 10 سنتيم 10 سنتيم ونقورها بحال ما هكا وغنجي للكتف هنايا غنحيد 1 سنتيم وغندخل في التركيز ديالي هنايا 1 سنتيم ونص بحال ما هكا وندورها التركيز ديال الامام الظهر كنخليه هكاك ما كنقيسوش كنجي هنايا كنقور دابا امام ديالي بحال ما هكا كنحيد سنتيم ديال الخيار ديال الكتف بحال ما هكا وكنجي لهنايا كندخل هذيك سنتيم ونص باش ما تجينيش الجلابه فيها الكشكاشه من هاد الجهه هذه من القدام ضروري تخلي فيها 1 سنتيم ونص من التركيز ديال الضوبات عامل الامام الظهر لما تدخليش فيه صافي المهم هذه هي الجلابه ديالنا البنات دابا هو التركيز ديالنا قطعناه هنايا قطعنا دابا غندوزو للكمام غندوز الكمام نفصل معاكم الكمام نشد التوب ديالي لي شاطليه غنشدو غنثني على 4 دابا حيد هادشي كامل دابا غنسرح التوب بحال ما هكا غنثني على 4 دابا ها هو على 2 هو على 2 كما هو طويل هذيك الحاشيه ديال التوب هي هذه يعني غنزيدو نطويو دابا على 4 4 باش يخرج لينا يعني 2 كمام تبقى وحده يعني كنقطعو الكمام بجوجهم تبقى وحده هنايا غنحاول نخرج رقب هنايا وغنبدا ترك هذا ديالي راسكم من هنايا راسكم غيكون هنا والكتف هنا ديالكم نشوفوا العبار شحال عندنا ديال عندي 61 في الكم الطول ديالكم عندي فيه 61 سنتيم وهنا التركيز البنات غنحط هنايا تركيز شحال قلنا وبيله في التركيز شحال حطينا حطينا 27 باش هبطنا دابا هي هذيك بقى اللي غنحط هنايا في الكم ديالي هي باش غناخذ لافاس غنحط 27 ديالي ونطراسي حيت هنايا عوج هاتوب هنايا عوج بلاتي باش نخلي باش نخرج القب بلاتي حيت هنا اصلا غنهبط هي 27 ديالي وغنسطر هنايا حيت عوج ليا هاد البلاصه معليش هنايا غنهبط فيه اصلا هنا غتهبط فيه يعني ما غاتجيش تجي فيه تقطيعه 27 سنتيم كنسطرها بحال ما هكا عبر التركيز اللي خديت 27 وكنجي لهنايا كنهبط ب 10 سنتيم من الفوق لهنايا 10 سنتيم يعني من هاد البلاصه هادي لهنا 10 سنتيم باش كنهبط وكنجي عاوتاني لهنايا كنسطر واحد السطر مائل فالقد يعني من هنايا حتى هنا فين هبط 10 سنتيم كتسطريه بحال ما هكا وكتدخلي 10 سنتيم 10 سنتيم ثاني كتدخليها هنايا اش كنديروا في هاد السطر هذا يعني لاحظوا معايا
انا كنخدمها بيديا، كاين اللي كيشدو كيقسمو على أربعة، كتشدي هذه كتقسميها المسافة على جوج وكتعاودي تقسميها على جوج، يعني كل واحد وطريقته. انا هاد الطريقة بسيطة جدا، يعني الطريقة بسيطة، الكمام وكتطيح في الكمام زوينين. غنحاول هنايا نطلع واحد سنتيم ونص هنايا الفوق، كنجي ها كندورها بحال ما هكا سنتيم ونص، وهنايا كنهبط واحد سنتيم بحال ما هكا، كنهبط هنايا بسنتيم، وهنايا كنطلع بسنتيم ونص، كيجيني الكم ديالي مزيان. هنا كنهبط من تحت هذاك السطر بسنتيم، وهنا كنطلع بسنتيم ونص الفوق هنايا. صافي، ها هو الدوره ديال الكم ديالنا. وغنجيو دابا لهنايا نعبروا الطول ديال الكم. الطول ديال الكم قلنا عندنا 61 سنتيم، 61، شحال غنزيدو ليها؟ نديرو ليها 64، غنخليو 3 د 61، 61، 61، 62، 63، 64، نخليو 3 سنتيم، 2 سنتيم لتحت و سنتيم الفوق ديال الرولاج. وغنديرو هنايا راس لكم شحال فيه، شوفو العبار 14 سنتيم فراس لكم 14، يعني كم عادي 14 سنتيم. وكنجي هنايا كنخدمو بحال ما هكا. وبالنسبه لهادي اللي بغى يسطر بهادي راه خدامه، البنات سطروا بهادي، البنات المبتدئات اللي يلاه بادين هادي مزيانه، كتعاون كتعاونكم في الكم. هادي كنسطر من هنايا لهنا، عرفتي البنات ضربني البرد. صافي دابا ها هو سطرت لكم ديالي. ودابا اش غندير؟ ما غنجيش ونقطع لكم، غنجي نعبر نشد الظهر ديالي، هذا هو الظهر اللي في الصمنه، كنشد الكتف الفوق ديالو كنشد هكا ونبدا نعبر. ويعني واش التركيز ديالي قد لكم ولا لا؟ بحال ما هكا، ها هو البنات جاني نيشان، يعني عبر نيشان. كتزيد كتخلي واحد سنتيم في الكتف بحال هكا، وكتبداي تعبري بحال ما هكا، تال تحت تعبري، وعاد باش تقطعي. الا جاك الكم ديك الساعه راه بان لك الكم راه صغير كتزيدي فيه قبل ما تقطعي، الا بان لك هو هذاك راه كتخليه. اهم حاجه ما خصهاش يجيك الكم صغير على الضوفات، حيت كيتسمى ديف. دابا غنقطع، نجي هنايا راسكم غنقطع هنا، الكوام ديالي. دابا بقى لي القب، القب البنات كيفاش غندير نخرجو من هنايا؟ ما بغيتش نخرج القب من الفوق، غندير بحال ما هكا، نحيد هاد الجناب هادو، نحيد هادي، نقطعها، وغنجيب التوب غنحلو بحال ما هكا، شد التوب ونحلو بحال ما هكا، ونخرج القب ديالي بحال هكا. باش يجينا القب هنا مسدود البنات كيما شفتوا، هنا مسدود ما فيش الحله هنايا، الثوب مسدود. ودابا غنجيو نعبروا القب، راه ساهل البنات باش تفهموا، القب راه ساهل. كنجيو العبار ديال لافاز ديال اي قب، يعني قب عادي ما كبير ما صغير، يعني قب عادي باش كنخدموا جلد، كتكون فيه 40 سنتيم زائد سنتيم ديال الخياطة، هي 41، كندير انا 41 سنتيم هنايا، سطروها نيشان 41. وكنجي لهنايا كنعبر هنا 31 سنتيم، من هنايا لهنا 30 سنتيم، 30 هاهي. وكنجي عاوتاني لهنايا كنهبر 41 سنتيم، هاهي 41 سنتيم، هنا 41، هنا 41، هنا 30، وهنا غنديرو عاوتاني 30 سنتيم. يعني بحال الا قلتي كنشكلو
30 30 هاي جاتني هنا 30 سنتيم صافي. شو البنات دابا سميتو ديالنا كيفاش سطرناه؟ هنا 30 هنا 30 هنا 40 هنا 40 وهنا مسدوده البنات. هاد الجهه اللي جايه جهتي انايا مسدوده، هنا محلول ضروري هنا يجي مسدود ديال القب. الا جاك محلول راه كتجيك الخياطه هنايا ضروري تسديه بالخياطه. دابا اش غندير؟ دابا 40 قلنا 41 هنايا ياك 41 غنجيو لهنايا غنهبطوا بواحد 10 سنتيم 10 سنتيم من هنا لهنا لهذا القد كنهبطوا 10 سنتيم هنا وكنجيو كنميلوها بحال ما هكا بحال ما هكا وكنسطروا هنايا كنسطروها بحال هكا بحال الشكل ديالكم كما خدمنا لكم ديالنا ياك. هبطنا ب 10 سنتيم وسطرناها مايله بحال ما هكا وغنجي غندخل عاوتاني ب 10 سنتيم بحال الشكل ديالكم. وهنا غنعبروا نقلب هنايا على 29 سنتيم 29 ها هي 29 بحال الا جينا هنايا كندخلوا بواحد 2 سنتيم هي باش كندخلوا 2 سنتيم 2 سنتيم البنات باش كتدخلوا من هنا لهنا 2 سنتيم حتى 3 سنتيم يعني عندنا هنايا كتشدي من هنا لهنا كتعبري 29 سنتيم ها هي 29 كنقوروها بحال ما هكا بحال الشكل ديالكم حتى هيايا كنطلعوا هنا سنتيم ونص وهنا كنهبطوا سنتيم بحال ما هكا وكنجيو البنات هاد النقطه اللي حطينا هنا ديال 29 كنخرجوا بها زيرو لتحت يعني لديك 30 كتخرجي بها زيرو هنا كتسطريها نيشان زيرو لتحت صافي. هذا هو القب ديالنا دابا غنقطعو ونتمنى البنات نكون بسيطه في الشرح ديالي. يعني اش قلنا؟ قلنا هنا 30 سنتيم 30 سنتيم 40 40 ياك. هو بودنا من هنا لهنا ب 10 سنتيم سطرناها مايله لهاد القنت ودخلنا لهنا لهنا ب 10 سنتيم ودخلنا هنا ب 2 سنتيم يعني كتقلبي هنا كتلقاي 29 في العبار ديال القب يعني هنا فين غيلصق لينا القب مع الجلابه هاد البلاصه وكتسطري من هاد 29 كتخرجيها زيرو هنايا. دابا غنجيو نقطعو نوريكم الشكل ديال القب كيفاش جا. بحال ما هكا صافي. دابا غنجمع نجبد هاد الخويط هذا نجمع فيه ها هو القب ديالي كيجي البنات على هاد الشكل. هذا هو القب يعني ملي كيتجمع من هنايا كيتخيط من هنايا كيتخيط من هنايا هاد البلاصه هادي كيجي بحال ما هكا. هذا هو الشكل ديالو كيجي بحال ما هكا القب ديالنا ملي كيتخيط من تحت من هنايا كيجي بحال هاد الشكل هذا. شو هالبنات ها هو القب وهنا اللي كيلصق في الجلابه هذا هو القب كيفاش كيجي. هاد الجهه كتلصق في الجلابه ملي كيتخيط راه كي دابا نجمع القب. ها هما الكمام ديالي ها هما الضوات ها الظهر ديالي صافي. دابا البنات سالينا الفصاله ديال الجلابه ديالنا ونتمنى تعجبكم الفصاله المبسطه في الشرح ديالي. ودابا البنات غندوزو ونوريكم شي موديلات خدمتهم هنايا في المحل ونتمنى يعجبكم شي موديلات عندي هنايا موديلات زوينين خدمتهم للعيالات لهذا العيد هذا ديال العيد مولد النبوي ذكرى عيد مولد النبوي. وها هما البنات دابا الجلاب اللي قلت لكم غنوريكم الموديلات اللي عندي في المحل. غنبدا لكم بهذا الجلابه هذه
هذه راه واحد الجلابه زوينه واعره. يلا خدمناها هذه عندي هنايا في المحل. هذه البنات جلابه صاله ديالها في صاله مخزانيه، كي شفتوا الكتيفات ديالها طايحين ومخدومه بالرانده باللوان. هذه في الاورنج، واخا هكاك صوير ما عطاهاش باللون، ما طالعش هي لونها، هذا اورنج يعني عاطي اللون ديالو عاطي باش بحال ما هكا، يعني ما طالعش اللون ديالها. التليفون ما عطاهاش حقها في التصوير، هاد اللون باش هو اللي طالع ليا في التليفون. المهم ما عليناش، خدمناها هنايا بالراندا. دخلت فيها هاد الخضر، هذا الخضر ملكي، دخلت فيها الموطار، دخلت فيها لونها، يعني جات جلابه واعره. وخدمناها بهاد الخدمه هادي تاع التحت باللوينات كما كتشوفوا على هاد الشكل هذا، والضريس هذا الضريس ديال القنورفله ضرس متقون، وفي الملاقيه عاوتاني الملاقيه، في كلها ملاقيه بالراندا، يعني كلها مخدومه باليد. وبالنسبه للضريس في الكمام بحال ما هكا باللوينات، طالع باللوينات بحال ما هكا، وفي القب ديالها وفي الجناب الفتاحي الفتاحي ديالهم شتي كي مخدومه. جلابة واعره، جلابة طلعت فن زوينه. وغنوريكم عاوتاني واحد جلابه عندي هنايا المحل، جلابه ديال الطرز، هذا البنات الطرز التونسي. جات جلابه على هذا الشكل، هذا جات طلعت جلابه واعره. شوفوا لي العقاد، العقاد في اللوان، درت ليها هاد اللوان هادو، دخلت فيها هاد الغوزان ديال، دخلت فيها البلومارين والقري والصومو، ودخلت فيها هاد الموف هذا، يعني جاو فيها اللوينات واعرين، يعني في الكحل جابها في الكحل، ودخلت فيها هاد اللوينات هادو، جات زوينه بزاف. وخدمناها بالطريسنات بالماكينه والعقاد باللوان، وجات زوينه، جات على هاد الشكل هذا. هذه الطايه شويه كبيره، الطايه ديالها كبيره. نوريكم عاوتاني واحد جلابه اخرى عندي. هاد الجلابه هادي كيقول بكطرفيل، مخدومه بكطرفيل، وفيها منبته كلها بالعقيق، العقيق الزمرد. شنو نقرب لكم كيفاش، وهذا كيقولوا ليه المخ، كطرفيل هادي لا خدمه، كيقول لها خدمه المخ. وجات هكا في الصدر، الطرزه ديالها جات في الصدر بحال ما هكا، والعقيده درت ليها في الصم والوجوب، ودرت ليها الطفيره هكا طفيره في الخدمه ديالها. وجات في الكمام حتى هي بهذاك المخ، يعني الجلابه جات واعره. وشوفوا العقيق كيفاش كيعطي اللمعه ديالو في البياسه. ندوز عاوتاني واحد اخرى هنايا، عندي واحده اخرى ديال الطرز، طرز رباطي. البنات كي جات هاد الجلابه هادي قولوا لي رايكم فيها، جات جلابه زوينه واعره بزاف. هادي في الغوزان ديال، خدمناها بهاد اللوينات هادو، دخلنا فيها هاد الصفر، هذا غوز بيبي، دخلنا فيها الشويبي هذا، ودخلنا فيها الموف. اللوينات اللي دخلنا فيهم جاو متناسقين مع هاد الالوان هادو. شوفوا في الكمام كي جات، فيها الطريزه هكا في الكمام بحال ما هكا، وفيها هنايا في الصدر، والعقاد درناهم باللوينات، حتى هما مخدومين باللوينات ديال الطرزه. جات خفيفه الطريسنات بحال ما هكا، كنخدموها بالطريسنات نص طوق، بالعقاد تر هنايا نص طوق، يعني عاديه صاله عاديه باش يجب لي، هذه في صاله عاديه. نوريكم عاوتاني واحده اخرى، حتى هي في غوزان ديال، هذه درنا ليها سامبل، هذه درنا ليها هاد العقيدات في اللوان، ودخلنا ليها هاد الطريزات هادو في الكتاف، ثلاثة الطريزات في الكتاف، ودخلناهم ليها لتحت في هنايا في الفتاحي، ودرنا ليها هاد العقيدات هكا، وتا هي نصق وهابطة بهاد الطرسان هكا تا لتحت. وهادي في صالة مخزانية.
وعندي هالجلابه هذه ديال الدبانه. الدبانه ما عمرها كتموت، الدبانه ديما كاينه، ما عمرها كتموت. هاد الخدمه هذه ديما كاينه، ديما خدامين بها الناس، وكتجي حلوه وكتجي زوينه في الخدمه ديالها، خصوصا في المليفه كتطلع رائعه وزوينه. هذه مخدومه بالدبانه والدولار، كنقول لها الدبانه والدولار. فيها هاد ثلاثه الدولار، كتخدم شويه وكيدير كيخدموا بالدولار، دبانه والدولار. وعلى هاد الشكل هذا جات في الكمام، في الكمام بحال ما هكا حتى هيايا. ودرنا ليها هذه في الكحل، مليفه في الكحل، درنا ليها خدمناها بالبرونز، البرونز الطريس بحال ما هكا، ونصق. هذه ما درناش ليها العقاد، درنا ليها هذه الخدمه هذه. هذه كيقول لها التخريصه، هذه كتسمى التخريصه، كل واحد اش كيسميها. والدريس في الكمام، هذه مليفه البنات، هذه الثوب ديالها مليفه. وفي القب حتى هو كتجي فيه هذيك الخدمه ديال الدبانه، كتجي فيه دايره كلها على القب، كتجي جلابه زوينه بزاف. كاينه واحده اخرى هنايا ديال هي في الكريب، هذه في صاله فيها الخراط كما كتشوفوا في الصاله ديالها بحال ما هكا. هذه في الصاله بالخراط، ودرنا ليها خدمناها بهذا الموف كامله، ودرنا ليها هاد الخنجر هنايا في الكتاف في الكمام بحال ما هكا. وخدمتها من النصوق بحال هكا بالعقيدات كلهم في الموف. وهنايا في الجناب درنا ليها هاد الخناجر هادو بالطرز في الجناب. والفصاله ديالها كما كتشوفوا هادي بالخراط، فصاله بالخراط، كتجي بحال هكا بحال شكل مخزانيه وهي بالخراط، كتجي حتى هي زوينه في اللبسه ديالها. دابا نوريكم القمايص ديال الناس، داكشي اللي خدمنا الناس لهاد العيد. وتا هاد الجلاب هادو راه فيهم ديال الناس. هاد القميص هذا الثوب هذا جابته مولاتو من الحج، خيطوا ليها قفيطين على هاد الشكل هذا، السفيفه هكا نصطوق بالعقيدات، جاها زوين بحال ما هكا. هاد الثوب هذا زوين، كيجيبوه من الحج مبرد، السفيفه الميمات ديالنا الحاجات الله يخليهم لينا. وهادي حتى هي يا بيجامه عاديه بطونطيل بحال هكا نصوق، كنخيطوهم يعني بيجامات مبردين بحال هكا، الثوب خفيف كيبغيوه الميمات. بيجامات ديال الدار معروفين هادو، غادي خيطهم من ماليهم. وعندي هادي مبرة مرايه كما كتشوفوا، هادي درنا ليها الطرز، كنخدموها بالطرز الرباطي بحال ما هكا باللوينات. دخلنا ليها هاد الغوز هذا، دخلنا الكري، ودخلنا الصفر، جاوها اللوينات متلاصقين. ودرنا ليها في الدريس هنايا كما كتشوفوا الدريس، درنا كروشي، كنخدموا الدريس هنا بالكروشي. وفي الكمام، وشتو الفصاله ديالهم البنات كي جات، يعني فصاله كلوش من تحت، يعني باش يجيك الفصاله بحال، شوفوا كي جات من تحت، يعني فصاله عريضه من تحت وطايحه. هادو كنخدموا بهم بزاف في البرد، هادو عندي بزاف، هذا خدامه فيهم في الصيف كنخدموهم في لولا، وفي البرد كنخدموهم في الموبرا. يعني دابا الموبرا هذه هي وقيتها. وهادو البنات هادو كيقولوا ليهم مخاوير كما كتعرفوهم، هادو التواب ديال المخاوير. هاد التوب هذا جابتو ليا واحد الحاجه حتى هي جابوا ليها ولدها ولا ما عرفت من برا، يعني كيجيو هي مسكينه ما كتبغيش هاد الطوق هذا واسع، كتقول ليا ديريه ليا بنيتي ما كتبغيش حيت هذا جاي بحال كل باطو، كيجيها مسكينه هي ضعيفه كيجي هدايا، كتقول ليا جمعي ليا الكل باش يتجمع ليها الكل. هكا درتو ليها خدمتو ليها صغير بحال ما هكا. هما فيهم عاد الطراق ديال الماكينه، دابا يطيح شي واحد في يديا ان شاء الله، غندير لكم الفصاله ديالو كيفاش كيتفصل هاد المخاوير هادو.
راه ساهلين بزاف راه الصلاه، شحال من واحد ما كيعرفش كيفاش يفصلهم. ان شاء الله شي واحد يطيح في يدي عاوتاني غنفصله معاكم، نوريكم الطريقه كيفاش كيتفصل. المهم ها هو جا هذا الشكل. هذا عندي واحد اخر حتى هو ديال مولاتو، هذا في هذا اللوين هذا كما كتشوفوا هنايا. وهذا ما فيه بحال الا مخرق، داروا ليه من هما خرقوه بحال هكا، يعني الكول ديالو هو مخدوم بحال هكا. حنا فصلنا وشفتوا في الكمام كيجا، هما كيكون فيهم هاد الصدر هادو فيهم في التوابع. حنا انا هاكا حنا كنفصو وكنمونطيوهم، وفي هاد الخرق هذا في الطوق ديالو. هذا طلع لمولاتو زوين، جا بحال ما هاكا. شتو الكلوشة البنات من التحت، حاجة ملي كتفصليها على يديك كطلع زوينة، وكديريها على عبار ماشي بحال. وعندي هادو هنايا، هادو ديال اللولا اللي قلت لكم، هادو البنات كنخدمهم العيد. هادو خدامة فيهم العيد، خدامة في شي حاجة نيت باقي ما كملوش ليا اللوينات. هادو البنات كنبيعهم هنايا في المحل، هادو كرنيدرات مطروزين بطرز رباطي بحال ما هكا، وفيهم الكروشي هنايا نص طوق بحال ما هكا، وفي الكميمات ديالهم حتى هما فيهم الكروشي، الدريس ديال الكروشي. كيجيو زوينين في اللبسه. وشوفوا الفصاله، يعني الفصاله ديالهم فيهم فصاله زوينه عراض من التحت. نوريكم عاوتاني هذه، هذه حتى هي يا بلولا توب ديال لولا، فيها الطريزه هذه جل بحال الزرقاء اللي وريتكم ديال المبره، نفس الرشمه، ولكن هذه دخلنا فيها جوج الوان. هذه مخدومه في هذا الموف، ودخلناها في هذا الموف وهذا النحاسي هذا، ودرنا لها العقيق هنايا، العقيق مهرس في الطوق وفي الكمام. جات على كتلبس هذه، ملي كتلبس كتجي طروباكار كتجي في اللبسه. والثوب هذا الثوب البنات راه سبيسيال، يعني لولان سبيسيال باش يزك الثوب العيان، يعني لولان مزيان. شوف الصاله ديالها من تحت كيفاش جات، وعندي عاوتاني هذه، هذه في الاورانج درنا لها الطريزه بحال ما هكا القدام بحال ما هكا، يعني ملي كتلبس راه كتجي زوينه في اللبسه ديالها، كتجي بحال ما هكا طريزه في القدام، وكتجي فيها هذا الكروشي في الطوق وفي الكمام بحال ما هكا، كيجيو زوينين. وفيهم الطريزه هنايا في الكتاف، وفيهم في الظهر، حتى الاخرين راه فيهم في الظهر وفي الكتاف. هنايا الفوق فيهم الطريزه في الظهر، وهنايا وعندي هذه عاوتاني ديال هي ديال الطرز، هذه فيها تشنيف، تشنيف هنايا في الكول. شوها هذا اللون ديالها خزي، دخلنا فيها الكرونه وهذا الخضيدر هذا البيستاج، ودخلنا فيها هاد الدوغي، هما اللوان اللي دخلنا فيها. جات زوينه الطرز هذا، الطرز الرباطي يا البنات، طرز رباطي شتو كي كتجي، وتشنيف في الكل، والكل ديالها شتو كي جا كتجي واعره هذيك اللبسه، ملي كتلبسيها كتطلع زوينه في اللبسه. شتوها عندي نيت وحده تمايا باقي ما مفصله، باقي ما مونطيتهاش، نوريها لكم بلا ما تمونطا، يعني نوريها لكم على طروفه بحال هذه، بحال هاد الطرزه هذه هي ما فيهاش التشنيف، غنخدموها بالكروشي. نوريها لكم دابا كيفاش دايره، كيفاش كنخدموهم. ها هي البنات، هذا الظهر، هذا الظهر في هاد الورده هذه في الظهر،
وهذا هو الطوق، هذا باقي غيتقطع الطوق يجي بحال ما هكا. هذا هو الطوفه ديال القدام، هذه باقي ما مونطيش، وها الكمام شتو الطرزه كيفاش دايره، يعني شي حاجه مطقونه بزاف. هو الكم الاخر بحالو نيت، يعني كتجي الخدمه ديالهم زوينه. وعندي هنايا واحد القطان، التوب هذا حرير، درنا فيه هاد الفصاله عادي، فصاله عاديه، ودرنا خدمناه بالعقيدات اللون، دخلنا ليه الكري حيت هو داخل فيه الكري هاد التوب هذا. وهاد التوب كيجي زوين في اللبسه، طايح حرير. شتو الفصاله ديالو كيجي زوين في اللبسه، حتى اللون اللي فيه داخلين فيه اللوان زوينين. شتو كيجي البنات نص السوق، باش بقى ما وريتوش. عندي هنايا واحد القميص ديال جوهره، ها نتوما جوهره براندة، مخدومه براندة، جات على الشكل هذا بالكوزات، ودخلنا فيها هاد السيبورات هادو في الصفر. هاد الدريس هذا البنات شتو الدريس كي داير، الله يعطي الصحة لموالين الراندا، كيخدمو خدمة ديالهم منقية، الله يعطيهم الصحة. وبالمجدول ديالو فيه الشوشات هنايا بحال ما هاد الشكل هذا. صافي دابا غنوريكم الموديلات اللي عندي ديال العبايات، وعندي عاوتاني ها ديال البنات هاد القندورة هادي، هادي كتجي زوينة في اللبسة هادي. شتيها هذا تا هو فيه الطرس تونسي، وهادي فيها نتمنى ليكم فيها من التحت فرفارة، درت ليها فرفارة لتحت حيت هي في الكحل ما غاديش تبان ليكم. شتو البنات فيها فرفارة لتحت، هادي كتجي وفي الكمام درنا ليها فيها الطرزة بحال ما هكا، فيها الطرزة ودرنا لاستيك، يعني جات بلاستيك بحال ما هكا، كتجي في اللبسة واعرة هادي، كطلع ملي كتلبس كطلع في اللبسة زوينة. كتلبسيها بالحزام ولا بلا حزام، لكن الاختيار الا بغيتي تلبسيها بالحزام راه كتلبسيها بالحزام. وغنشارك معكم هذيك اللي تصلت معكم داك النهار، ها هي ها هي كيفاش جات، نصلحناها شفتيها البنات، ها هي في الماركة. وكاين عاوتاني هاد الموديل هذا شاركوا معكم. هاد الموديل هذا كيجي بالطونطيل هنايا هنايا في الدراع، وفي راسكم كنديروا لاستيك، كيجي من البلي من تحت، والطوق ديالو كيشتا كيجي سامبل عادي، هادو كيتلبسوا مع الزيف كيجيو زوينين. وعندي عاوتاني هنايا هاد البيجامات هادو، البيجامات ديال الدار كنخدموهم بالطونطيل بحال ما هكا في الكمام، ومن تحت من تحت في هاد الطونطيل من تحت هاد اللون. وعندي هنايا هاد العبايات هادو كيجيو زوينين، كيتمشاو ليا بزاف في المحل بحال هاد الشكل تاني. شوها هادي كتجي واعره في اللبسه ديالها، دوكا نخيطوهم كتجي بحال ما هكا في هاد الباندا هادي، ومن تحت من تحت فيها فرفاره لتحت كي كتشوفوا فرفاره لتحت، ومن الكمام فيها لاستيك في الكمام، درنا ليها بحال هكا كتجي في اللبسه ديالها زوينه، فيها لاستيك هنايا، وكتجي هاد التكماش هذا كيجي فيها بحال هكا من هنايا. وعندي عاوتاني هادي هاد العبايه هادي هي كتجي زوينه، هاد خصوصا هاد الابيض والكحل كيطلع واعر في اللبسه ملي كيتلبس كيبان. هادي درنا ليها هاد البوانيه بحال ما هكا بهاد سميتو بحال اللي كيتحزم بحال هكا بالكرافطه، والصداف تاع لتحت كتحل، وهادي حتى هي كتجي في الكول بحال ما هكا كتجي في الكول، وبالصداف من تحت، والفصاله ديالها ايفازي
وعرايه دام لتحت يعني كتجي عبايه زوينه ملي كتلبس كديري معاها فولار كحل كتلبس زوينه ملي كتلبس كطلع خصوصا هاد الثوب هذا ملي كتلبسيه كيطلع في اللبسه. وعندي هذه اللي شاركت معاكم داك النهار حتى هيايا اللي فصلت معاكم شوفوها كيفاش طلعات لا تصلحات هي شتو هذيك البارده كيفاش طلعات. وهذه في الكمام بلاستيك في الكمام. وشنو اخرى عندي باقي هذه عندي وحده اخرى هنايا حتى هذه اللون ديالها زوين. هذه كتلبس مع الكحل هذه فيها الكلي بزاف من تحت راه غاجه معاها من اللور هنايا بالفنيته اللي كتلقي ليها راه كتجي زوينه في اللبسه. ها نتوما شتو كي كتجي يعني عريضه راه ماشي كتجي مقبوطه ولا مزيره عليك. احنا كنجمعوها الماركه كتجي زوينه في اللبسه. والكمام ديالها الكمام درنا اللي دخلنا ليهم الكحل يعني هذه ممكن ديري معها الفولار كحل كتجي زوينه بالفولار كحل كتطلع زوينه. شتوها الكمام دخلت ليها الكحل وشتو الطوق ديالها كيفاش داير يعني عادي درت ليها هاد الفتحه هادي صغيره والبلي تحت وهي راه طويله يعني راه كسوه طويله لتحت اما كتبانش ليكم مزيان طويله لتحت. ودابا غنوريكم واحده اخرى في هذاك اللون نيت هذاك الموديل عندي فيها جوج دايره فيها جوج بحال هذاك الموديل اللي وريتكم قبيله. هادو كيتمشاو ليا بزاف البنات في المحل هادو زوينين كيطلعوا زوينين في اللبسه ديالهم. دابا نلبس لكم شي وحده نوريها لكم دابا نيت كيفاش كتطلع في اللبسه نلبسها لكم ونوريها لكم كيفاش كتطلع كيطلعوا واعرين. انا عندي هذه بحال هذه في الموف خديتها في الموف ديما كنلبسها كنخدم بها هكا في المحل كنديرها مع الفولار كتطلع زوينه في اللبسه ديالها. بلاتي نلبسها لكم البنات ونبقى معكم باش نوريكم الشكل ديالها كيفاش كيجي. وها هي البنات دابا لبستها نوريها لكم كيفاش جات كتجي في اللبسه البنات زوينه كتجي بحال ما هكا. شفتوا الكوم ديالها كيفاش كيجيو في اللبسه كيجيو زوينين في اللبسه كيجي فيهم هاد لاستيك هنايا وهاد الفرفاره هادي كتبقى في الحاشيه بحال ما هكا. وهاد الباندا هادي وفيها صداف مغلفين ومن التحت كما كتشوفوا راه فيها الفرفاره من التحت ها هي تبان لكم الفرفاره من التحت كيجيو زوينين في اللبسه هادو. نوريكم عاوتاني هاد القميص هذا ما وريتوش لكم قبيله هذا كان في الماركه يلاه حيدتو هذا البنات كيجي على هاد الشكل هذا كيجي في اللبسه واعر. دخلت واحد السيده خصنا نقصو ليها كيجي شتو كيجا براندا مخدوم براندا بحال ما هكا والسنينات هنايا في الطوق ومخدوم بطرز الرباطي فيها الطريزات هنايا ومن تحت بحال ما هكا وفيه في الكمام فيه هنايا في الكمام هنا تحت في الكمام وفي الكمام دايرين ليه هاد الطريز هذا في الكمام والطرز على هاد الشكل هذا. هذا خداتو عندي واحد السيده بغاتو العيد لبسو في العيد لبسو بالصحة والسلامة ان شاء الله. خصنا نقصو ليها جاها طويل غنقصو ليها في الطول. وعندي البنات هذا هاد القفطان هذا المخرك المسوس كل واحد اش كيقول ليه. هادو كنخدموهم هنايا في المحل مسوس هذا الطرز مسوس كيجي بحال هكا بتشنيف وضربنا لي خدمناه بالراندا هنايا بسنينات دريس ديال الراندا هنايا ودرنا ليه تشنيف في الكمام والمسوس وخدمناه هنايا بالراندا القرميط هابط بالراندا من هنايا ومن الفتحات حتى هما درنا ليهم طرزات في الفتح في هذه
هاد التشني في الفتاحي، يعني كيجي زوين في اللبسه البنات. هاد المسوس هذا راجعوا ليه بزاف، شي ثلاثه القفاط دابا محطوطين عندي هنايا على هاد الموديل هذا اللي شافوا عندي هنايا في المحل كيبغيه، كيخدموا عليه الناس، عجبهم هذا الموديل، راه ولا موضه، رجعوا ليه الناس بزاف هاد الطرز المسوس. وعندي هاد البيجامات هادو نوريهم لكم، اخر حاجه نوريها لكم هاد البيجامات هادو ديال ماليهم، هادو بيجامات ديال الدار البنات، هكا درت لهم لاستيك هنايا والبابيون، وخدمتهم بالدونتيل هكا في الكمام في اللون ديال الثوب. عندي هادي وعندي هادي في الخضر، اخت هانيت بحالها. هانيت حتى هي بلاستيك هنايا، وخدمت ليها في الكمام بالدونتيل. وعندي هادو هنايا، شوهم هادو في المانكه، هادو دايرهم للبيع، هما كيجيو زوينين، هذا الكول ديالها مربح. وعندي هادي عاوتاني، هادي الكول ديالها كول مربع بلاستيك، يعني هادو بيجامات ديال الدار، هادي بالكاروات كتجي زوينة هادي في اللبسة، والتوب ديالها مبرد. وهنا وصلنا لنهاية الفيديو البنات، وشكرا بزاف على المتابعة ديالكم، وقولوا لي في الكومنتير واش كعجبكم هاد الحوايج اللي وريتكم، وهاد الفصالة اللي وريتكم، وشكرا بزاف. ما تنساوش يا جيم وكومنتير، وشكرا بزاف.